يسمعين حل الغزالة وضمنها يا رب علي تقسم عين والغيبة ترجع وطنها. أهلا وسهلا بحضراتكم. كنا بدأنا معكم ميلاد بطل سيرة عرب بني هلال، وتكلمنا عن حلم رزقة نايل والهدف اللي جاله ان هو يتزوج من مكة السعيدة. طبعا تزوج بخضرة وجابها لمضارب بني هلال في نجد. خضرة حملت اول حمل ليها، انجبت بنتها شيحة، قعدت 10 سنين لم تنجب. قلق رزق ابن نايل لما شاف الاطفال بتلعب في ديوان ابن عمه الملك سرحان يوم العيد، وحزن ان هو ملهوش فارس ذكر يرث فرسنته ويرث المال. حزن ورجع غضبان على خضرة. طبعا غضب على خضرة وحصل بينهم مشادة كلامية. بعديها سمعوها بنات بني هلال، كان في بركة اسمها بركة الطير وتكلمنا، او اسمها بركة التمني. راحت خضرة مع بنات بني هلال وتمنت على الطير الاسمر وجاه الامير ابو زيد. طبعا لون ولا يتفق مع لون خضرة او لون رزق، كانت مأساة. رحلت خضرة من بلاد بني هلال واتجهت الى ارض العلامات. ارض العلامات حصل فيها ما حصل من تعدي عطوان على خضرة الشريفة والفارس سلمان اللي انقذها، لغاية ما وصلت الى بلاد الزحالين. حنشوف ايه اللي حصل مع خضرة في بلاد الزحالين، وانا وانت النبي نصلي عليه. أول كلامي لازم ما صلي على الحبيب النبي صلى الله عليه،
أنا أول كلامي لازم أصلي على الحبيب النبي. طه من العيوب سالم نبي جاهد على الدين، نبي جاهد على الدين ولا في يوم للعدا للعدا سالم. أحمد محمد وعليه ربي العباد سالم. شوف كم مدح مدح النبي وقال عليه، شوف كم مدح، شوف كم مدح مدح الحبيب النبي وقال عليه. من يسمع ذكر النبي والله واجب يصلي عليه. أبي بكر ويا الحبيب المصطفى في الغار أخاف عليه، والرب راضي عليه قلبه بالإيمان سالم. ومدح التهامي شغلني كما ديوني سد المطال، ناس حزينة وناس تغني ومغلوب في ضحك لغالب. ومداح اللي ضمننا، مداح اللي ضمننا حنة الغزالة وجاته، يا جالسين منكم ومنا ذكر النبي نزيدوا صلاته. الله الله فرطق العلم جانا ناري، وفضلت على البر ناوي. فرطق العلم جانا ناري وديني على البر ناوي، ويا ما ناس عالدنيا مجاري صبر على البلاو، أو صبر على البلاو. يا دنيا أهو ذات عجبك، يا دنيا أهو ذات عجبك، ما عشنا ورأينا العجايب. خلي
بيت الأصيل عمل بيبكي دم مسكين وعدم الحبايب تعبنا وجبنا اخرنا الزمن يا ما كوانا وتعبنا وجبنا اخرنا الزمن يا ما كوانا التعب ده من حبايبنا وزادونا قسوة وإهانة زادونا قسوة وإهانة من بعد المديح في المكمل من بعد المديح في المكمل أحمد أبو درب زاد أنا حكي بسيرة وكمل عربي يذكروا قبل زال الله تعبنا وجبنا اخرنا الزمن يا ما كوانا تعبنا وجبنا اخرنا الزمن يا ما كوانا التعب ده من حبايبنا وزادونا قسوة وإهانة وانا من في همي بكمال ما حدش فيك ما حد والله وانا من في همي بكمال إن بكيت أنا مظلومون حبايبي اللي كانوا معاي لما عيت حبايبي فاتوني من بعد المديح في المكمل من بعد المديح في المكمل أحمد أبو درب زاد أنا حكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل زاد في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبعي ومتين يسمى الهلال سلامة يوم خضرت بلاد الزحالين في يوم من الايام زي ما قال الاستاذ عادل خضر الشريفي والجاريه بتاعتها اللي هي سعيدي وصلوا الى ارض العلامات عند بلاد الملك فاضل ابن بيسم الزحلاني وصلوا في البلاد يا استاذ عادل زي ما حضرتك وصف للجمهور حبايبنا شوف هيجرى ايه انا وانت النبي نصلي عليه
يوم مخضرة في بلاد الزحالين، وسعيدة وسلامة معاهم، خضرة تبكي بدمعة العين، والله كمان زايد بلاهم قعد يومها في البلاد، قعد خضرة في البلاد، رفيت الرجال الأفاضل ومجروح ليها الفؤاد في ديوان الملك فاضل. يا عيني على يومها الوجيبات، فاضل صنع يومها الوجيبات، قال عشنا ورأينا العجايب، اسمع تراضي العجوبات وريح كل الحبايب. قعدت يومها 7 سنوات، قعدت خضرة يومها 7 سنوات، قعدة خضرة بخباها دموعها على الخد سنوات، وصيغ الحكاية وبلاها. يا عيني على كبير صلوا على الزين. سلامة يا استاذ عادل، كبر بقى عنده ايه؟ 5 سنوات. 7 سنوات في بلاد الملك فاضل ابن بيسم الزحلاني. كبر سلامة صلوا على الزين، وانتشرعت في المدينة دخالي من الكذب والزين، يقول من قسمتي ونبيني، قالوا لازم نوده الكتاب، لازم نوده الكتاب، صلوا على احمد نبينا، ام حفظة حرف الكتاب دين قسمتها ونبينا. مع أولاد الصلاة دخل سلامة مع أولاد الصلاة، ربيت الرجال الأفاضل على النبي صلوا يا سمعين، دخل مع أولاد فاضل، دخل سلامي مع اولاد الملك فاضل، بما انه هو ايه في ديوان الملك فاضل واعضاء الملك وكل الحبايب. دخل مع اولاد السلاطين،
قالوا عشنا ورأينا العجائب. صلوا على طه يا مستمعي، جات الحكاية سبايب. كمان وصلوا إلى الكتاب وسلموا الأولاد وراح قوم استقبلهم. كان اسم شيخ الكتاب كان اسمه وين شيخ صالح؟ كان اسمه الشيخ صالح معلم المدينة، وكان هو اللي علم الأولاد. ومن أول ما دخل سلامه الأولاد يلقى سلامه يا إخوان زايد عن أولاد الملك، سلامة ليه زايد عنهم في الصحة وفي الجسد. فشوف ماذا قال له ايه الشيخ صالح، شوف قال له ايه، انا وانت اللي بنصلي عليه. قال لي الذي اسمك يا محلى الشرف وقراصك اللي جرمت كل عالم، قل مين اهلك وناسك. اسنى سلامة يرد عليه، اسنى سلامة يرد عليه. رميت الرجال الافاضل بالسؤال والرد على اسمي سلامة، انا ابن فاضل. قال اسمي سلامة ابن الملك فاضل، ما هو ما يعرفش حالي. اسنى الشيخ يرد عليه، ما شاء الله علو التبار. قال له يا ولدي قول ألف، قال له يا شيخ كل بتبارك. الشيخ صالح بيسأل سلامي بقول يا ولدي قول معي من الأول، قول ألف يا ولدي. قام سلامة قال له يا عم الشيخ اسأل بتبارك. قال له ما علم ما علم ما علم، أنا أقول لك قول ألف تقول لي أقول لك تبارك. ده تبارك ده تاني جزء من القرآن الكريم. طب اسمع يا ولد الكلمتين دول، والله إذا كنت ماهر يبقى تجاوبني يا ولدي. قال لي اسمع يا ولدي مني السؤالات دي، وإذا جاوبتني يا ولدي يبقى أنت إله عطالك. قال لي اسأل يا فقيه ولد الأذن سمع لك يا حضرة الشيخ. فصار الشيخ صالح يسأل سلامي ويقول أنا وأنت نصلي على طاعة الرسول. Thank you.
يقول الشيخ صالح ذا يومها اللي سأل اسمع كلام مني يا ابن الأكابر أسألك عن أول ولا له شتان أخبرني معنى القول إذا كنت خابر أسألك عن اثنين ما ليهم شي ثالث وعن التلاتة حبيبي أمانة تقول لنا أسألك عن تلاتة وما ليهم شرابة وأسألك عن أربعة وما ليهم خامس أخبرني معنى القول إذا كنت شاطر وأسألك عن خمسة وما ليهم سادس أسألك عن خمسة وما ليهم سادس وأسألك عن ستة وما ليهم سابع وعن التمانية إمهات يا ولدي وقل لنا عن التمانية عن التمانية إمهات يا ولدي وقل لنا وعن التسعة وعن التسعة حبيب ما نقول لنا وعن العشرة اللي رباط الخواطر يا عين أجاب الأمير أبو زيد أجاب الأمير أبو زيد يومها وقال له تسألني عن أول ولا له جتاني إلهي تعالى إلهي تعالى حق حنان قادر تسألني عن اثنين ما ليهم شتال الليل والنهار في فلك داير وعن التلاتة وعن التلاتة يا صالح أنا أرشدك طلاق التلاتة طلاق التلاتة معتوق به كل كافر يا وعلى الأربعة يا صالح أنا أخبرك الأربع مذاهب بإذن الله المالكي والشافعي والحنبلي وأبو حنيفة اللي رباط الخواطر يا قبل الأربعة أربع مذاهب المالكي والشافعي والحنبلي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا إن شاء الله اسألني عن خمسة وما ليهمش سادس الخمسة دول فورد الصلاة يا صالح الخمسة دول فورد الصلاة اللي مفروضين على كل مؤمن
الخمس فروض. اسألني عن ستة وما ليهمش سابع، الستة دول أيام الدنيا يا فتى. الله سبحانه يحيي العظام الدواسر. الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فتقول الأيام دول أيام الدنيا. تسألني عن سبعة وما ليهمش التامن، السبعة دول أبواب جهنم يا فتي. يا رب نجينا من المجامر وعن التمنية يا صالح أنا أخبرك. التمنية دول أبواب الجنة يدخلهم الصالح مع الأبرار. وعني التسعة حبيبي أنا هقول، التسعة تسع أرهاب من قوم صالح. قتلونا وبعدين زاقوا المجامر. قال التسعة دولي اللي كانوا في قوم سيدنا صالح عليه السلام لما اتفقوا على قتل الناقة تحت سيدنا صالح اللي أنزلها رب العباد آية لقوم سيدنا صالح. والتسعة دول أرهام من قوم صالح، قتلوا الناقة وبعدين زاقوا المجامر. وعني العشرة حبيبي أنا أخبرك، العشرة دول أحباب نبينا يا فتى. محمد بنور وعن البدر ظاهر. الفائدة مني صلاتي على النبي، عندما طبعا الشيخ صالح سأل سلام الإجابات وقام سلام مجاوبه على كل سؤال سأله له، فشوف قال ايه، انا وانت النبي نصلي عليه. الشيخ صالح يما نظر عليه، الشيخ صالح يما نظر عليه، قال له تعالى يا حبيبي بالسؤال والرب علا. ده انت من جسمتي ونصيبي اصلي على النبي. صلوا على النبي. طبعا عندما سأل الشيخ صالح سلامي العشر أسئلة، فسلامة كمان جاوب عليهم بكل امتياز. قام انبسط منه الشيخ وقال له يا ولدي مين علمك كل الكلام ده يا ولدي، مين علمك يا حبيبي؟ شوف قال له ايه، انا وانت النبي نصلي عليه. قال له اللي علمني مولاي، قال له انا اللي علمني مولاي ربيت الرجال الافاضل
وانا رباية اباي يبقى ابوي الملك فاضل كمان قام انبسط منه الشيخ وقال له والله يا سلامي انت لا تكون المساعد بتاعي اذا انا تعبت في يوم انت تسمع للاولاد بقالي انبهر منه الشيخ لقاها عالم بيجاوب على اسئله قال له انت ولدي من النهارده تبقى المساعد ففضلوا عن بقيه كل الاولاد اللي في الكتاب فكمان غاروا الاولاد لما لقوا الشيخ بيكرم سلام عنهم وحبوا وخدوا جاره كمان الاولاد حقدت عليه الا في واحد كان في الكتاب يا اخوان كان يكره سلامي وكانش يحب سلامة ابدا ليه انه سلامة كان افضل منه كان اسمه جودي ابن سليم ابن جودي ابن بيسم يبقى عمه الملك فاضل ابن بيسم الزحلاني عمه الملك فلما لقى الشيخ اكرم سلامي كل واحد روح الى المنزل وجوده ده روح الى والدته وقال لها يا امي شيخ الكتاب دي بيعامل ولدي الغريبي احسن من اولاد الملوك كيف انا يبقى عم الملك فاضل وابوه يبقى اخوه الملك ويعاملني كده الشيخ وقعد يبكي لها الواق فكمان الست امه دي راحت الى الشيخ صالح فهنا اغرته استاذ عادل بدأت من هنا الحكاية حكاية الشيخ صالح لما بيكره سلامي ام جودي خلت الشيخ صالح تتغير على سلامي اغرته بالمال قالت له زود لك ايه المهية بتاعتك بس لما يجي ولدي الغريبة دي وسلامي عاوزك تهينه قدام الاولاد كمان تاني يوم استعدوا الاولاد الى الكتاب واستعد سلام وكمان كل عيل هو رايح للشيخ اللي جايب له جز حمام اللي جايب له قربوش اللي جايب له عميمي اللي جايب له سبحي ولكن سلامة ما يعرفش فجاي ايه على طول على الشيخ قوم اول ما شافه بعينيه الشيخ جاي فاضي شوف قال ايه انا وانتو النبي نصلي عليه قال يا ابن الغريبة بطت ليه بطت ليه قال يا ابن الغريبة بطت ليه قال يا ابن الغريبة بطت ليه وشايف اليوم تغير حالاتك هو العلم يستكبر عليه كمان مني لا تلقى جزاتك رد سلام بكل آداب رد سلام بكل آداب حالي كجنح الغرام تبقى عالم وتبقى كتاب حاجة نادرة من الغرام قال له كمان يا عم الشيخ بتقول انا بطيت ايه اللي جرب انت كنت زين معاي رد سلام بكل آداب قال حالي كجنح الغرام تبقى عالم وتبقى كتاب حاجة نادرة من الغرابة قال الشيخ يا ولد كتفوا قال خدوه عالفلك اربطوه لازم كتفوه الوداد ثم بيعيب في المعلم بتاعه
وسلامه يقول له طب ايه انا عملته مش لاقي سبب سلامي. اول ما قابل الشده الخطوه قال له اربطوه. نختم بمدح من شافي ريقو النور بمدحه بياتي مع شاعر السيرة وفريقه معادنا الخميس المواتي.